جوابي عن هذه المسائل أني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه المسائل كلها التي افتروها قال سبحانك هذا بهتان عظيم، كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم، لم يقله الشيخ وهو منه بريء رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم، قبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ابن سحيم، قبله يعني ابن سحيم من بهت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين. يقول فلي أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بهتني ابن سحيم فالرسول صلى الله عليه وسلم بهت بما هو أعظم من هذا، فلي به أسوة عليه الصلاة والسلام. نعم. وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام. نعم أكمل. أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. لما نزل عليه قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا محمد يسب عيسى وأمه، لماذا؟ لأن عيسى عبد من دون الله، فمعناه أنه يلقى في النار، معناه أنه سيلقى في النار. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فعيسى عليه السلام لم يأمرهم بعبادته بل أمرهم بعبادة الله عز وجل، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وإن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى ما دعا الناس إلى عبادة نفسه بل أنكر هذا، إنما الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذين يكونون في النار مع من عبدهم، الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم. أما عيسى وعزير وغيرهم من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في حياتهم، ولما ماتوا فعلوا هذا بعد موتهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالأنبياء والرسل والصالحون لا يأمرون الناس أن يعبدوهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، نزه الله الأنبياء عن هذا الكلام. فعيسى ما قال لهم اعبدوني، وإنما هم عبدوه بعد موته، فلا لوم عليه عليه الصلاة والسلام، ورد الله عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم عيسى عليه السلام أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال في زخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قالوا إذا كان إن الآلهة في النار فعيسى معهم لأنه معبود من دون الله، يريدون أن يردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد يعني عيسى عليه السلام أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الله رد عليهم في موضعين في سورة الأنبياء وفي سورة الزخرف. وهكذا القرآن يرد على أهل الباطل ويفند شبهاتهم ولله الحمد. فإذا كانوا اتهموا الرسول بأنه يكفر المسيح وأنه في النار لأن النصارى عبدوه، فكيف لا يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم.